السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن تتواصلوا معنا عن طريق إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون عن ملف النازحين وحديث عن عدم رغبة بعض الجهات والمؤسسات الحكومية في العراق بإعادتهم إلى مناطقهم، بالإضافة إلى حديث آخر يوجه إلى هذا الكلام وأنه المدن غير جاهزة لسكن الناس فيها، وبالتالي هناك جهات أيضا تدفع بعض النازحين في بعض المخيمات بالعودة إلى مناطقهم. ويبقى السؤال القائم، لماذا لم تعمر هذه الحكومة المناطق المدمرة؟ متى ستعمر هذه المناطق؟ وإن عاد النازحون إليها أين سيسكنون في ظل هذا الدمار؟ وكيف سيعملون في ظل غياب فرص العمل في هذه المناطق المدمرة؟ ومسلسل مستمر للتعليم والصحة وغيرها من هذه الخدمات والمؤسسات المفقودة في هذه المدن والمحافظات التي شهدت عمليات عسكرية. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. كان 15 سنة نعاني، لو مربينا طفل هم صار وهم لزم الدولة. يا حكومة المو جميلة، يم حجاب بقى السرير المرضى ويغطي الجديلة، يم دماغ الفارغ وناقص علم، ماكو غير الشنه ما عدنا زلم. يا حكومة شقد حقيرة شقد بطيرة، ما دريتي ولا سمحتي كل جمال القائد بصحوة الضميرة، وهم شرط بالقصة غيرة، وانت دولة وعدها جرعة لكن ولا قطرة غيرة. يا حكومة المهزلة الشعب بيشبتله وبطلك للنستلة، عمي يا نستلة انتو والويات كلكم اغبياء، ليش غشيتوا شعب كل ابرياء وناس فقرة، ومن جيتوا كان ظنها انبياء، وكان واحدكم حمامة وكان من يمشي امامة ومرتد براس الاحمامة، تار جنسيتي عندكم والقبر كوني للبكم، طاح حظكم وين وصلتوا العراق، وين يشكلكم نفاق، هاي بيريتي بعدهي وعنده موجود النطاق، ومن نقوم تصير ثورة وثورة الجوعان خطرة، العامل من يضيع صبره والفلح عدها مناجل وتنتخب زود السنابل وهي خضرة وهي صبرة، وانتو بالخضرة بعدكم راح اجيكم انا واصحاب المناجل وراح احشكم من جذركم وتنترس منكم مزابل يا مزابل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. رئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي قال إن هناك جهات تريد إبقاء ملف النازحين معطل، وكذلك تريد أن تحقق مكاسب لها من خلال استغلال هذا الملف. أيضا أضاف أن ملف النازحين أصبح من الملفات الإنسانية الشائكة والمهمة كذلك، والتي تتعرض لمحاولات تسويف مستمر من جهات مستفيدة مع بقاء الوضع على ما هو عليه لتحقيق مكاسب ضيقة. وأشار إلى أن الظروف الصعبة التي يعيشها النازحون أعطت رسالة سلبية لكل العراقيين أن الحكومة غير جادة في متابعة أوضاع مواطنيها. كذلك مفوضية حقوق الإنسان انتقدت إجبار الحكومة النازحين في مخيمات جنوب مدينة الموصل على العودة إلى مناطقهم، التي ترى المفوضية أن هذه المناطق لم تهيأ من أجل أن يعيش الناس فيها ولا يوجد فيها أي مقومات للحياة. يقول نائب رئيس المفوضية علي ميزر إن غلق 13 مخيما في جنوب مدينة الموصل كان مفاجئا جدا، واصفا قرار الإغلاق بغير الإنساني، لا سيما بعد أن اضطر ساكنو المخيمات المغلقة بالبقاء في العراء بظروف إنسانية غاية في الصعوبة بسبب سيطرة أحزاب متنفذة على مناطقهم وعدم قدرتهم على العودة إليها. النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري قال إن أغلب المؤسسات الحكومية تريد إبقاء مخيمات النزوح. طبعا السبب وراء ذلك أن هناك منحة من وزارة الهجرة والمهاجرين تقدم لأشخاص وضعهم المعيشي أفضل مقارنة مع أوضاع النازحين المخيمات، واشترطت الوزارة أن يكون النازح
حائز على بطاقة الدفع الإلكتروني ليتسنى له استلام المنحة، وبالتالي كثير من النازحين بسبب ظروفهم التي مروا بها والتي أجبرتهم على ترك أوراقهم ومستمسكاتهم تحت أنقاض منازلهم التي دمرت جراء العمليات العسكرية، بالإضافة إلى منع الحكومة والتضييقات الحكومية التي يعاني منها النازحون بقضية استصدار وثائق ثبوتية جديدة، كلها تكون عائقا أمامهم من أجل الحصول على منحة. ومن يحصل على هذه المنحة من لديه الأوراق الثبوتية التي استطاع أن يحصل عليها عن طريق أنه أخذ أوراقه معه أو ربما عن طريق واسطات أو محسوبية أو ما إلى ذلك. النسبة ضعيفة جدا بالنسبة لمن يحصل على مساعدات من الحكومة. الآن سؤالي هو، هل ما يحدث الآن في العراق من مشاكل تفتعل بين حين وآخر وقضايا تخرج حديثا كما تشاهدون، هل هي من أجل أن يجعل الناس ينسون حقيقة ما يحدث في العراق؟ ملف النازحين ملف كبير جدا، وهناك أرواح كثيرة جدا بالملايين تعيش في هذا العراء وبلا مساعدات وبلا دعم حكومي، وهناك معاناة كبيرة لهم، بالإضافة إلى قضية الأمراض وقضية التعليم الذين فقدوا هذه المميزات، طبعا أصحاب الذين دمرت منازلهم المهجرون، وبالتالي كيف سيعوضون؟ ما هي الأساليب أو ما هي الطرق أو الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة من أجل معالجة ملف النازحين؟ ولماذا لا يطرق هذا الملف في كل مكان أو في كل مؤتمر صحفي يخرج به عادل عبد المهدي؟ ما الذي يمنع من الضغط من أجل إعادة هؤلاء النازحين إلى مناطق معمرة، مناطق فيها مكونات، فيها مؤسسات، فيها بنية تحتية يستطيعون أن يعيشوا فيها من أجل أن تعود الحياة مرة أخرى إلى الاستمرار؟ لماذا تبقى الحكومة صامتة وتشغل المجتمع بقضايا جانبية، قضايا أخرى لن تنفع النازحين، لن تنفع الأطفال، لن تنفع النساء الذين يعيشون في المخيمات وفي العراء الآن؟ نبقى مع قضية النازحين. طبعا نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب قصي الشبكي يقول إن الحكومة لا تملك استراتيجية واضحة في التعامل مع ملف النازحين، وأضاف أن أسبابا عديدة تقف وراء عدم رغبة بعض النازحين في العودة إلى مناطقهم، منها ما يتعلق بتقصير الدولة بتعويض المتضررين وتأمين الحياة لهم، وأن هناك نزاعات عشائرية ترتبط باتهام أفراد في بعض العائلات بانتمائها إلى تنظيم الدولة. كل هذه المشاكل الحكومة لم تتدخل في حلها، لا تزال تاركة ملف النازحين مغلق، المناطق مدمرة غير معمرة، وبالإضافة إلى ذلك هناك كثير من النازحين ممنوعون من العودة إلى مناطقهم التي هجروا منها منذ سنوات. يعني أمثلة كثيرة على هذه المناطق، منها جرف الصخر على سبيل المثال التي يمنع أهلها حتى هذه اللحظة من العودة إليها، نازحون ومهجرون منذ سنوات ولا يستطيعون العودة بسبب سيطرة الميليشيات على هذه المناطق، بالإضافة إلى ما يرتكب فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان وقضية الجثث التي ظهرت والتي أطلقت عليها الحكومة اسم مجهولي الهوية، هي عينة بسيطة من حقائق ما يحدث في العراق الآن في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات والتي يمنع أهلها من العودة إليها. يعني في الحديث الذي نطرقه الآن والذي نتحدث به عن قضية أن الحكومة لا تتدخل، في نفس الوقت يجب أن لا ننسى أن هناك دور للمنظمات الإنسانية، المنظمات غير الحكومية، بدعم ومساندة النازحين قدر المستطاع. يعني منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين في القسم الإغاثي هناك مساعدات مستمرة وتقديم مساعدات مستمر للنازحين في المخيمات قدر الاستطاعة، لأنه في النهاية هي مؤسسة أو منظمة ليست حكومية، ليس لديها الدعم الذي تملكه الحكومة وليس لديها المقدرة المالية التي تمتلكها الحكومة، ولكنها تقوم بواجبها قدر المستطاع. لماذا لا تفعل الحكومة نفس الشيء؟ ما الذي يمنعها من إغاثة ناس يحتاجون إلى هذه المساعدات وهم عراقيون في النهاية، أبناء هذا البلد؟ معنا السيد أبو جعفر من مدينة الصدر. أبو جعفر تفضل. السلام عليكم أخي حبيب مودة. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الصحة إن شاء الله؟ حياك الله وسهلا. بناتكم الفضائية، بناتدين البطل المناضلة، وأحيي الأخ المخرج والعاملين بها جميعا، تحياتي لكم.
اخي ابو جاسم، اليوم برنامجكم حقيقه حول موضوع النازحين. نعم الله ينعم عليك. حقيقه النازحين كثير من المحافظات خاصه الجنوبيه، كثير من اخواننا النازحين موجودين. نعم. يعني يعانون من كثير من الامور، هي الاكل والمشرب، واحنا نحتاج وشك نجي الشتاء القارص البرد كذا. حقيقة يا أخي أبو جاسم، يعني ما أدري، يعني والله ما أدري، يعني شبكة تجمع بيها هو شلون يصير ما أدري. نعم. يعني هذه العصابات اللي عندنا، لا لعنة الله على الأحزاب والعصابات والميليشيات اللي قاعدة تحكمون الشعب العراقي الطيب الطاهر. نعم. إلى متى أبو جاسم يعني الإذن الصاغية؟ ماكو إذن صاغية إلا إلى متى؟ يعني حقيقة كثير من الفضائيات. نعم. الليلة من الليلة يا أخي، يا مرجعية لا أمة الثقتين، لا ما حد، يعني ما حد يسمع لنا. يعني هاي العصابات ما لهم ناس أبو جاسم، يعني ما لهم ناس لهم، يعني الشعب العراقي إلى متى صامت؟ طيب يعني أبو جعفر، عصابات ما يعني ماشي، ولكن الناس عراقيين وهم يقولون نحن قدمنا من أجل العراقيين، من أجل راحة العراقيين وحياة ديمقراطية للعراقيين وحياة كريمة للعراقيين. أليس النازحون والمهجرون هم جزء من هذا المجتمع ويحتاجون إلى مقومات حياة سليمة ليعيشوا فيها مثلهم مثل أي إنسان عايش بهذه الكرة الأرضية؟ أبو جعفر، سيد أبو جعفر فقدنا الاتصال معه، فقدنا الاتصال مع سيد أبو جعفر. السياسيون الذين يتحدثون ويقولون نحن نمثل هذه الشريحة من المجتمع، أو نحن نمثل المجتمع العراقي. طيب المجتمع العراقي الآن هناك جزئين من المعاناة، جزء بالنسبة للمناطق الشمالية والغربية التي دمرت جراء العمليات العسكرية، والتي وصفت بأبشع الأوصاف من قبل هؤلاء السياسيين، والتي مثل بأهلها وهجر أهلها وحصلت انتهاكات كبيرة تجاه هؤلاء الناس الذين عاشوا في هذه المناطق لمئات السنين. والجزء الآخر بالنسبة لأهالي الجنوب والوسط الذين يعانون أيضا من بطش ميليشيات، ويعانون من فقدان الخدمات وانعدامها، ويعانون من البطالة والفقر. هؤلاء السياسيون الذين يتحدثون عن تمثيلهم لهذا المجتمع، أين هو التمثيل ونحن نرى هذا الفقر، ونحن نرى هذا التهجير وهذا الحرمان الذي يعيش به المواطن العراقي؟ النازحون الآن أعداد كبيرة كما قلنا، لم يعد كثير منهم إلى مناطقهم بسبب الإهمال. يعني بالحديث طبعا عن قضية التعويضات والمناطق المعمرة، مصدر حكومي يكشف أن تعويضات سكان المناطق المدمرة شملت 3% فقط من المتضررين ولمصالح سياسية. يقول أن هذه النسبة 3% هي لمن لديه مقدرة على التواصل مع أحد الواصلين المسؤولين، يعني بغض النظر من هو، عن طريق الوساطات والمحسوبية. استطاعت هذه النسبة 3% أن تعمر بيوتها بسبب واسطات، لكن البقية 97% هذه البقية التي لا تستطيع أن توفر لنفسها لقمة عيش في يوم واحد، كيف تستطيع أن تعمر بيتها على حسابها الشخصي في ظل طبعا رفع الحكومة يدها عن النازحين ورفضها؟ يبدو أنها ترفض أيضا حتى أن تتدخل في هذه القضية، وكما قال أبو جعفر يعني هناك مصالح وفساد يطغى على جعلهم يتدخلون في هذه القضية الشائكة للأسف. أم زهراء، أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحي هاي القناة العظيمة عامليها. حياك الله. بالنسبة إلى النازحين ما حد يفكر بيهم، هذول السياسيين يقعدون مفكرين بمصلحتهم الشخصية وشون يملون جيوبهم وشون يشترون عقارات وشون يطلعون برا يسافرون وشون عوائلهم متونسة، أما النازحين ما حد يفكر بيهم. نعم. ماتوا وعاشوا أكلوا وشربوا ولبسوا، أو أطفالهم راحوا المدارس، ما هاي كلها ما يعنيهم. هاي اسمها الحكومة المستبدة برأيها، بس هي برأيها الشخصي، بحب
تفكرها لنفسها. نعم. يعني الانانيتها ما تفكر، هي مو اجت تفكر بالعراقيين، هي ما تحب الشعب العراقي حتى جايه تريد هاي، هي دمرت الشعب ودمرت الدوله كلها، دمرت العراق كله، فشلون تريدهم يعتنون بالنازحين؟ اكلوا وشربوا او هالحر هذا اللي كتبهم او راح يجيهم الشتاء وهذه. طيب يعني العالم اللي يشوف العراق وهو بهذا النزوح الشديد، واللي العالم نفسه اللي شاف انه عمليات عسكريه دمرت مدن وهذه المدن لم تعمر، طيب ليش ما يتدخلون انسانيا على الاقل في مساعده هؤلاء الناس؟ والله العالم ما يتدخلون، احنا سابقا اذا نحكي نقولون تقولون دعونا من صدام، سابقا احنا نحكي عن من كان العهد سابقا، كان اذا اكو دوله بيها ظلم او دوله بيها حرب اول ما يتقدم العراق اليوم خلينا باليوم هو مدى نحكي على الدول كلها متفرجه علينا، ما حد يتدخل بينا، ما حد إلى علاقة بينا، هم لهم علاقة بينا ما كان خلوا إيدهم بإيد أمريكا وهجموا العراق، منو هجم العراق؟ أم أزهار يعني إحنا هسه اليوم أم أزهار اليوم دنعاني كمجتمع من ملفات كثيرة شائكة، الملف النازحين ملف مهم وخطير، دولة لا تتدخل وهناك منظمات إنسانية خاصة غير حكومية هي التي تساهم قدر الإمكان بإمكانياتها البسيطة بمساعدة الناس، شلون نقدر ننمي هذه الطريقة بالمساعدة في ظل رفع الحكومة إيدها عن الناس؟ يعني هاي المنظمات بالنهاية هي محدودة الدخل ومحدودة الإمكانيات، شلون نقدر أو شلون تقدر هاي المنظمات أن توسع عملها ونطاق عملها في ظل عدم وجود أي دعم ومساعدة؟ شنو الحل يعني؟ الحل ماكو حل، يعني إلا إذا الشعب نفسه الشعب العراقي تماسك وصار قلب على قلب أو يبدي حن على النازحين، يبدي اللي عنده مقتدر واللي عنده مال يقدر يساعد عندنا منظمات هنا ببغداد مع الأيتام وغيره، يعني المفروض هنا تعاون يصير بين الشعب والنازحين. نعم. التعاون احنا هسه ما نريد ما نتعاون ويا حكومه، لان هاي مو حكومه، هاي عصابات، احنا ما نتعاون ويا الحكومه، ونريد الشعب يتعاون ويا بعض حتى نقدر نزيح هاي الحكومه الظالمه. نعم. ونقدر نساعد الفقراء الموجودين. شكرا ام ازهار، وضحت الفكره. اشكرك للمشاركه ام ازهار. ابو احمد من الموصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أخي ماذا تروح حول المهجرين والنازحين؟ هو البلد بعد الاحتلال الإجرامي للعراق عام 2003 اللي قادته الولايات المتحدة سيئة الصيت، واللي كانت أصابع العدو الفارسي فيه واضحة و باعترافات يعني صريحة ووقحة من قبل النظام. هذا المسلسل المهجرين مخطط إلى ومن ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. وتعاونت عليه كل الفئات المعادية للمنطقة وخصوصا العراق، كان يمثل ذروة التصدي للأعداء. يعني العراق كان هو الحمى بالنسبة للأمة الإسلامية العربية والإسلامية. أخي السبيل إلى الخروج من هذا المأزق هو أنه حتى هذه المنظمات الإنسانية اللي تدعي بها إنسانية هي ما تستطيع أن تعمل شيء، لأنه ما يسمى بالدولة العراقية الآن الحكومة العراقية لا تسمح حتى بناء البنى التحتية البلد حتى الناس تستطيع أن ترجع إلى مناطقها وتبني مدنها بشكل سليم. يعني لو أتيح هذا المجال حتى للناس الخيرة اللي موجودة في هذه المدن لكان ناتج أفضل. أما
يعني هناك أمل من ما يسمى بالحكومة، فهذا شيء يعني أنا أتصور ما وراء الخيال، لأنه هذه العصابة التي تحكم الآن في بغداد هي تقوم بحلقات مدروسة ومن سيء إلى أسوأ. أبو أحمد، تعتقد أنه ما يحدث الآن في العراق من إظهار ملفات مرة وأخرى، كل يوم يطلعون بقضية جديدة للشارع وللمجتمع يشغلون الرأي العام بها، هي جزء من أجزاء محاولة إخفاء الحقائق الموجودة؟ يعني ملف النازحين ملف كبير وخطير ومهم للغاية أن يحل في العراق، تعتقد أنه ما يخرج الآن خاصة هذه الأيام بقضايا تخص أشخاص أفراد في الجيش أو غيرها، يعني إشغال الرأي العام بمشاكل معينة على سبيل المثال، هي نوع من أنواع حجب الحقائق عن الناس أنه ما يحدث في العراق أكو أمور أكبر من هذا الذي يحصل الآن، هناك ملايين مهجرين وأطفال ونساء في المخيمات، إشغال المجتمع حتى يبتعد عن حقيقة ما يحدث ويركز بالأمور الجانبية؟ بالتأكيد بالتأكيد، هذا واضح، المسلسل ماشي حسب الأصول، واللي يقود العراق هو هذا المجرم سليماني، هو اللي له دور كبير في تنفيذ هذا المسلسل. نعم. ومسألة يعني التعتيم على المهجرين وعلى النازحين عملية مدروسة ومخطط لها من قبل الأمريكان ومن قبل الإيرانيين، واللي تنفذ هي ما يسمى بالحكومة، عملاء هاي عملاء الطرفين الإيراني والأمريكي، فليس هناك سبيل إلا بأنه هذه الشرائح المجتمعية اللي موجودة في هذه المدن المهجرة أن تعمل بروح جديدة، يعني تعمل وفق أيديولوجية جديدة في بناء البنى التحتية، وأن يكون لهم ممثل في حتى في دول العالم، وتظهر الحقائق على ما هي عليه، يعني تبين أنه هذه الدولة أو الحكومة تقوم بقتل شعبها، بتدمير شعبها قيميا أخلاقيا معاشيا من كل النواحي. فلازم تكون هذه البنى التحتية بهذا الإطار، ولازم يكون لها صوت في الخارج حتى تعمل على التأثير على الحكومة، ولعل تعالى الله تعالى أن يجعل سبيل إلى الخروج من هذا المأزق. أبو أحمد، أنا أشكرك للمشاركة معنا. السيدة أسماء من ديالة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك وللقناة ولكل العاملين فيها. أهلا وسهلا. طبعا أنا أقول بالبداية الله يسعد اللي بالخيام، إحنا بمحافظة وبعدين أحساس من معاناتنا كبيرة كلها. نعم. اللي بالخيام شلون معاناتهم؟ اللي بالخيام شلون يعني معيشتهم؟ يعني صار كل صعب أستاذ محمد. نعم. شتاء صيف، يعني إحنا أنا أقول الله يساعدهم، وين الحكومة من معاناة الناس؟ أستاذ محمد، إحنا شو نرجع لبيوتنا؟ قبل أربع أيام بعض أحد أشخاص إحنا نعرفه هو شخص نازح كان، فما قدر يرجع إيجار، يعني قال أنا بعد ما أتحمل ما أقدر أنطي إيجار، ما عندي أروح أقعد ببيتي اللي الله كاتبه لي اروح اقعد، رجع البيت يعني ما يعني جماعه مسلحه من الشباب اجوا قتلوه، ما راح اذكر اسم المنطقه بعضوبه. قتلوه خطيه عند اربع اطفال، قتلوه قبل اربع ايام، رجع البيت نازح كان، ليش؟ يعني احنا شلون نرجع استاذ محمد؟ احنا شلون نرجع؟ وين الحكومه؟ ما يقولون الشرطه في حمايه الشعب والجيش في حمايه الشعب، وين هاي الحمايه؟ وين الحمايه؟ ونقولون نشوف يعني العبارات المكتوبة، يعني كل شيء نسمع أخبار ونسمع كل شيء، بس ماكو الشيء أكل. نعم. كلام سليم يا أسماء، أنا أشكرك للمشاركة. طبعا إحنا نسمع آراءكم أكثر مشاهدينا الكرام عن معاناتكم، يعني استمعتم إلى حديث السيدة أسماء من الديالة، ما تفضلت به هو جزء من مخاطر كثيرة يتخوف منها النازحون بالعودة إلى مناطقهم، منها هذه القضية، قضية الاغتيالات والميليشيات فرق الموت التي تنتظر النازحين وتقتالهم لأسباب طائفية أو لرغبة منهم بالاستفادة من قطعة الأرض التي يمتلكونها كنوع من الابتزاز، وكثير من الأمور الأخرى التي يعاني منها النازحون ويتخوفون من العودة إلى مناطقهم، بيوت مدمرة، هياكل موجودة، أنقاض تحولت هذه البيوت
والعمار الذي كان يوجد في هذه المدن تحول إلى أنقاض، من ليست لديه القدرة المادية على أن يدفع ثمن سكن بالإيجار فلا يستطيع أن يكمل بقاؤه في هذا السكن، يضطر إلى العودة مرة أخرى إلى بيته المدمر ويعيش فيه قدر المستطاع بأبسط الإمكانيات حتى فقط يقي نفسه وعائلته من شر الحاجة والفقر. ناس كثيرة فعلت هذه الخطوة وعادت إلى مناطقها، منها ما تعرض لأذى أو من تعرض لأذى كما استمعتم، وطبعا حوادث أخرى كثيرة، ومنهم من الآن يسكن في هذه البيوت التي تشبه الأنقاض أو هي أنقاض نظرا لعدم قدرته على إعادة تعميرها، وأيضا كما قلنا لا يوجد دور لا للحكومة المحلية المحافظة أو لا للحكومة المركزية بإعادة إعمار مناطقهم مرة أخرى. معنا السيد أبو شيماء من ديالة، تفضل. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا رعد الدهلكي يدعي يقول أكو جهات متنفذة تمنع النازحين من رجوع لديارهم. نعم. فعلاً صحيح؟ صحيح. أقول له أول جهة هو أنت وأخوك جاي تاجرون دماء المسلمين، زين؟ نعم. الناس المهجرين فلشتوا بيوتهم، بعتوا الناس حق خطية مناطق العظيم، إجبور بعقوبة المخيسة ما خليته ما فعلتوه، أنت وأخوك جاي تاجرون بالعالم، زين؟ نعم. وحتى مقبرة الشريف، مقبرة الشريف صارت البيعة من وراك ومن ورا أخوك، زين؟ نقول لك كيف تاجرون بدماء المسلمين، زين؟ تعال شوفوا السجناء سووا بدياله، خطيه هذا البارحة أول البارحة قبل يومين رجع، طال يوم ثلاثة رجع لبيتهم بالمخيسة، طبوا عليه قتلوه. ليش؟ شفن رجع بيته نازل، رجع بيته انتهى، ناس انتهت، رجعوا يريدون يرجعون لبيوتهم يقعدون ببيوتهم، رجعوا من هو السلم مسيطر بدياله يا أبو شيماء؟ الميليشيات مسيطرة، العصائب، جماعة مختل الصدر، جماعة الحكيم، هذول المسيطرين، زين، وجاي يفتحون ملهات ويفتحون كل شيء شنو ما أرز الأرض سبحانه وتعالى نزلوه. أنت إذا أي شخص يطب هسه بسجن، أي سجن من محافظة ديالة كأنما طاب يوم القيامة. زين، تدري شنو يعني يوم القيامة؟ يعني نفسيتنا مال حيل. نعم، يعني هسه الناس اللي طالعه ما تقدر ترجع لانه خايفه على ارواحها من هاي الميليشيات اللي ممكن تقتلهم بأي لحظة. اخويا قبل اسبوعين رجعوا وقالوا المناطق اجبور، قشمروهم قال لهم تعالوا رجعوا، سوينا لكم هو رعد الدهلك واخوه وغيدار كمبش وذول النواب، قال لهم تعالوا رجعوا لبيوتكم ما حد له شغله بيكم، رجعوهم قاموا يضربون عليهم بالهاونات انهم قتلوا شباب. يعني هذول مسؤولين اللي دعوا الناس. اي رعد الدهلك وخوته وهاي كلهم يدعون الناس يقولون تعالوا رجعوا انه يصبون مهاونات يقوموا يضربون على العالم. نعم. ما يستحون على نفسهم كافة عاد يعني يضلون والله مللون سجن اعتقالات قتل منهم حتى النازحين ما خصت منكم من الله لا يوفقهم ان شاء الله. زين ابو شيماء انا اشكرك للمشاركة، وضحت لنا ايضا وضفت لنا ما كان ربما يخفى على بعض المشاهدين حول حقيقة ما يحدث، ومن ربما ينشغل بأمور ثانوية في العراق ركز في القضية الجوهرية التي تحدث الآن. كل ما يحدث في العراق هو نتاج لعملية سياسية فاسدة كما قال الناس وكما يقول العراقيون في الشارع. العملية السياسية الفاسدة التي أوجدت وأولدت هذا الخراب والدمار الذي يعيشه العراقيون، فلا تركز في قضايا جانبية ثانوية تشغلك عن القضية الرئيسية وهي قضية أن هذا البلد يحتاج إلى تغيير. أبو عمر من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية خاصة لك ولمشاهدي قناة الرافدين وإلى كادر جميع قناة الرافدين العفو. حياك الله أبو عمر، أهلا وسهلا. والرحمة على شيخنا الكبير الفاضل المرحوم حارث الضاري. حياك والرحمة على شهداء العراق جميعا والخزي والعار لأحزاب السلطة باعين الضمائر والإنسانية. أخي العزيز بالنسبة لملف النازحين اللي هسه اللي بيدور هو له أسبابه من بدايته.
هم جوي انه من صارت الحكومه ونشأت هاي القيادات والميليشيات ماكو اي مجموعه وقفت بوجههم مع احتراماتي للطائفه الشيعيه غير ابنائنا واخوتنا السنه اللي وقفوا امام الحكومه من الظلم اللي عايشين به وقله الخدمات وقله يعني وظائف انظلمنا يعني بصوره عامه. يعني أثناء المناطق المنتفضة اللي صارت وتحدت بوجه هاي الميليشيات والإصابات اللي صارت في الأعوام السابقة أو هذا المكون الوحيد اللي وقف أمام بس يا أبو عمر البصرة ومحافظات الجنوب شهدت تظاهرات واعتصامات وتستمر لغاية هاي اللحظة رافضة للفساد ورافضة للأحزاب ورافضة للسرقات لحياة الناس وأحلامهم وطموحاتهم وحتى وظائفهم الآن ما يشهده العراق. يعني الناس حتى بالجنوب ما ساكتة. نعم نعم مع احتراماتي أهل البصرة وكافة محافظات الجنوب والوسط يعني هم صح الآن دي يعترضون على الأوضاع اللي تصير هنا بالعراق عن الظلم عن الفساد اللي موجود عندنا هنا، لكن بالدرجة الأولى هم عندهم جوي بالحقد اللي موجود عندهم الحقد الطائفي، الحقد هو على أبناء العامة السنة. من هم المسؤولين؟ حدد هم المسؤولين احزاب السلطه اللي هم في الحكم في الاحزاب كلهم. يعني انا ذاك الوقت في عهد النظام اللي الدوله السابقه اللي كان موجوده الحكم، خلينا نحكيها بصوره عامه، كان الحكم سني. فالان اللي جو من احزاب الشيعيه اللي موجوده من الميليشيات ومن ايران. اقول لك ابو عمر سؤال بلا زحمه عليك بس اسمح لي. السنه السياسيين السياسيين السنه ايش قدموا للسنه العراقيين؟ ايش قدموا؟ أخي هم ما قدموا شيء، هم متآمرين مع الأحزاب الشيعية والميليشيات الشيعية. إحنا بس حتى يعني بس حتى نتكلم بصيغة عامة وباختصار شديد لأن عندنا ناس ينتظرون. حتى نشيل مصطلح السني والشيعي حتى على المسؤولين الموجودين. عندك طبقة سياسية حاكمة بسنتها بشيعتها بمسيحيها بأكرادها بغض النظر. ما الذي قدمته للعراقيين بإيجاز أبو عمر؟ يعني حتى لا ندخل انه السياسيين شيعة، لان اكو ناس يعني تترصد لهذا الكلام تنتظره حتى تقول شوفوا فلان الفلاني الطائفي طلع دا يحكي. اخي واقع الحال هم بالنسبه للسياسيين اللي موجودين. نعم الو اسمع، السياسيين اللي موجودين هم ما جوا الى مصلحه نفسهم. نعم. واما احنا الباقي ابناء العامة الطبقه الفقيره اللي هم المكون السني، فالدوله الموجوده من احزاب السلطه كل هاي الامور سوت استضعاف ابناء العامة، اخي استضعافهم وعدم قدرتهم ووقوفهم مره ثانيه. نعم. فلهذا السبب تلاحظ بالنزوح الموجود والنازحين واللي سافروا البلد وطلعوا هاج، هذه افعال متقصده لاستضعاف ابناء السنه عدم وقوفهم مره ثانيه ثباتهم. نعم. يعني بمعنى العام لانه ما يصير الحكم ملكهم كما قال المالكي في احد لقاءاته، ليش ما يقدرون ياخذوا على المود احنا نعطيها لهم بعد؟ هذا يعني انت من هذا التعبير وانت تقدر تشوف مقياس حكومهم الطائفي على ابناء العامه. يعني تشوف هيك رئيس وزراء يتقدم يتحدث هيك كلام، فيعني ايش تدرجه من الباقين الجمره اللي موجوده خلفه؟ فهاي الامور كلها اخي مفتعله ويعني ومقصوده بابناء اهل العامه. وضحت الفكره ابو عمر، انا اشكرك، كنت معنا من بغداد، معنا السيده ام احمد من الانبار، تفضلي ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كانت يا أبوي حياك الله محمد، أهلا وسهلا، تفضلي. والله يا ولي أجام من الأنبار. نعم. وابننا احنا بالمخيم وجس الحشد خذوه ابننا ولحد الآن ما نزبي وين. من يا مخيم أم أحمد؟ مخيم والله يا أبوي جرابيع. نعم. والله يا ولي أجام وخذوه ما نزبي هالسوان، هاي بدأ بسد الثالثة. واحنا رحنا للرماد دعوا المهجرين يرجعون، ورحنا للرماد وكل صداقين عين الباب المنتسبين اطلعوا لي ياخذوا الشايب ما قران والشايب ولد ابني خمسه وامه السادسه. نعم. واحنا قدام حالنا يا ولادي ما يخلون المفروض الامم المتحده يخلون يزورون السجون المعرضه اللي ضموهم. نعم. تحت الادم يشوف ابنه وينه وين صارت بالدنيا. تذكرين حجية تعرفين ابنك؟ نعم. ليش أخذوه شنو السبب؟ عندك علم؟ والله كل شيء ما عنده، والله كل شيء ما عنده، الله شاهد. نعم. عامل على ذراعه، والله كل شيء ما عنده يا وليدي، والعيش على الله،
والله وجوه خذوها من مخيم وفلوسنا خذوها وكل شيء طلعونا كل شيء ما عدنا ولحد الآن والله ما ندري بيوان هاي بدأ بسنة الثالثة ورحنا للرمادي كل صداقين الباب المنتسبين يجون عينها اطلع اطلع وردينا يهجينا وقاعد بيه منتسب البيت ما أفعل يطلع من عنده يقول بس أحد يجي علي يحكي يجيب طاري البيت إلا ذبحهم وعبن ما عندنا حد بس هذا منتسب والجبن. منتسب وين حجي هذا منتسب وين منتسب بالأنبار بالأنبار بالشرطة يعني نعم بالشرطة بالشرطة منتسب بالجيش بالشرطة وما أقبل يطلع من البيت وهي صارنا سبع أشهر إحنا نروح ورد علي ندد علي أنا ما أفعل يطلع يقول والله يجي لي أذبحه تحط لي 30 طلقة يعني ما عندنا أحد وين نولي وين نروح الدولة ما اشتكيتوا للدولة يا أم أحمد إنه حتى تطلع هذا المنتسب اللي هو من ضمن قواتها والله رحنا وما حد نبانا جواب يا أبويا والله يا أولادي ما عندنا أحد وش أقول لك الحالة شنو الحالة والله وعندنا شايب يجي يقوم ما بيحل نعم أم أحمد الله يكون بعونكم حجية وصل الله يا أولادي ونعم الوكيل عالشواها يا أبويا حسبي الله ونعم الوكيل نعم الله يكون بعونكم شكرا أم أحمد للمشاركة نسمع رأي السيد أبو محمد من تركيا تفضل أبو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شلونك أخوي العزيز شلونك حياك الله أهلا وسهلا الله يبارك بك أخوي الغالي أكو يعني فد مصطلح حس احنا جايين نحكي به أنه نازحين نعم. مصطلح النازحين هو غلط هاي مو نازحين مهجر تمام مهجرين لأن طلع غصب عنه مو بإرادته ما يريد يطلع والله عمي ما يريد يطلع يعني هسه تيجي للموصل نعم. الموصل من يعني اللي طلع من تعرف احنا اكو ناس مهجرة من 2004 ل 2003 هذا المهجر اللي طلع غصبا عنه نعم هاي واحدة اثنين يعني اذا يريد يرجع وين يرجع احنا خلي هسه نحكيها يعني هسه عندك الموصل انا رجل من الموصل نعم لان انا ارجع للايمن بيت متلقي واقف على حيها زين ترجع باقي الاقضية والنواحي مناطق سهم نينوى اللي هو لواء 30 ما يخلي حد يرجع على منطقته تجي مناطق سنجار الاخوان اليزيديه لانهم هم عندهم حشد هسه يقاتلون هسه بسوريا عندهم حشد وفد السلطه يعني ما يخلون عربي يرجع طيب تجي مناطق اللي مسيطره عليها الكراد سووا القرى قاع زين هذا وين يجي وهم ما يخلوه يرجع وين يرجع وين يروح اثنين انت تحكي هنا طلعت اختنا ام احمد تسال على ابنها يعني انا هسه بس اوجه كلمه للشعب العراقي وبالذات الشعب الموصلي يعني هاي هسه صار لهم يومين ثلاثه محبوسين على عبد الوهاب الساعدي ويريدون يطلعون مظاهرات عم يطلعوا مظاهرات على ولدكم يطلعوا مظاهرات على بيوتكم يطلعوا مظاهرات على حالتكم اللي عايشينها تطلع مظاهرات على ابو عبد الوهاب الساعدي ومنو الاهم البلد ولا شخص اخي مع الاسف احنا ليش نحكي يعني شلون هي نقول الحكومه تختار حش السامع كلاب السنه مو احنا السنه هذول ما يمثلونا لا سياسي ولا ضابط انت شوف اللي رجعوهم الضباط من وراء الاحتلال رجعوا منه اللي بنوادم ما رجعوا لا احنا نتكلم بشكل عام ابو محمد نتكلم بشكل عام العراق الان اهم من اي فرد العراق اكبر من اي شخص شلون ذول الناس يباعون على قضيه جانبيه انه فلان الفلاني وعنده مشكله طيب والبلد المدمر اخوي الغالي صدر امر من رئيس الوزراء يعني هو بس بالاسم رئيس الوزراء ينسحب الحشد من الموصل طيب بالذات العصائب لان العصائب سووا جرائم هواي بالموصل تمام يعني بالمرور كتلوا بالمرور تتذكر الحادثه صارت بالموصل طيب. بالغابات نعم. وغيرها وسلبوا ناس هواي فقال يطلعون تدري راحوا على ضعفاء النفوس اللي هم دا نسميهم كلاب السنه طلعوا مظاهرات للمحافظه ما يريدون العصائب يطلعون لكن استحي على نفسك شنو انت العصائب ما تريد العصائب يطلعون لان انت طاقش كم فلس او انطوك باش تمشي بيك زين يعني تنسى هذا الشعب كله وهاي الناس الفقراء وهاي الناس النايمه بالسجون اخرك ناس نايمه بالسجون يعني اذا اقول لك شنو دعوته والله العظيم لا يعني ما صايره بالعالم يعني لو يحكوها بالنكات
وبالقصص الخيالية متوقعها. شخص ابنه راح لثلاث أربعة أيام دورة ويا داعش. المهم أبوه كتله هو وأخوه الأكبر منه كتله وبطلوا قعدوا بالبيت، ويمكن هسه أبوه جاي يسمعني. باختصار أبو محمد باختصار زين بطلوا قعدوا بالبيت. المهم الجوي هاي الحكي بالبداية أول من طبوا الدواعش، من صار التحرير الجوي أخذوه، أخذوه هو وأبوه وأخوه الأكبر أخوته اللي كتله أبوه وأخوه اللي كتله اللي قال له ما تروح بعد. فبالطريق بين ما يودوهم للتوقيف صارت طلقة من الحرس وكتلة الداعش اللي راح ثلاثة أيام. طيب كتلته تصدق بالله هاي صار لهم ثلاث سنين نايمين بالسجن والولد انكتل. انت شكم بقي الأب والابن؟ يلا أنا أرد أعرف شكم بقيهم انت. نعم انتم مو جيتوا على ابن الداعشي؟ الداعشي انتم كتلتوه بالطريق؟ يلا خلينا نقول أخذ جزاءه إذا هو برئي مع الله الله ياخذ حقه. زين انت شكم الأب والابن مخليهم لحنا بالسجن؟ نعم أبو محمد جايت مباعة تنشرة وضحت المتعهد ضابط استخبارات. نعم أبو محمد أنا أشكرك وضحت الفكرة، عندنا متصلين ينتظرون. شكرا المشاركة. معنا أبو أحمد من الموصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذي. التحية لك والقناة الرافدة. حياك الله أهلا وسهلا. أبو الله فلا أحد يرجع إذا ما أمر من قاسم سليماني. شلون؟ إذا قاسم سليماني ما وافق لو كل الأنبياء اللي بالموصل تقوم ماكو، أنت تعرف كم من أبي بالموصل، فلا حد يرجع. هم رادوا خراب العالم، هم رادوا خراب منطقة سنية، فأشون يخلوهم يرجعون؟ هذا اللي يرجع غير عنده شادر يقعد به. هسه مناطق الجوجلي ممنوع كردي يرجع، ممنوع عربي يرجع، شبك ما يقبلون. هذا بيت القدو. نعم. العصابات مال بيت القدو. نعم. ما يقبلون. نعم. وين اكو حكومة؟ والله ما يخلوا عبد بشر يرجع أستاذ محمد، ما يخلوهم. حيانو قوجني كله كثير قرايب غادي بيوتهم غادي يردون يرجعون ما يخلوهم. أنت كردي ما ترجع، أنت عربي ما ترجع، سني ما ترجع، شبش ما شبش هذول كلهم رجعوهم. طب كله بيد قاسم سليماني. كل من يطلع يقول لك والله فلان ما يقبل فلان كله بيدو. نعم والله. وثاني شيء راح احكي لك في موضوع ما موضوعنا هسه. تفضل. يا ضباط جيش العراقي والله تستاهلون هاي الاهانه لكم والله، وبالله الا ما يخلوكم ولا واحد بالجيش الا قاسم سليماني، تروحون تبوسون ايده يقول لكم يلا اقعد بمكانك. ما تبوسون ايد قاسم سليماني والله قائد ما يظل بالجيش العراقي، لأن الشريف ما يردوه، الوطني ما يردوه. نعم أبو أحمد. كل الضباط الجيش العراقي من خالد العبيدي كان وزير الدفاع يستاهل، يستاهلون كل رفعنا يدينا جمعنا شريف قلق. هاي الحسالات شتوهم، هاي الحسالات شينوهم يخافون. هذا عبد الوهاب السعدي مفروض تمثال من الزع، بس مع كل الأسف. أبو أحمد شكرا جزيلا، كنت معنا من الموصل. نقرأ بعض الرسائل التي جاءت على الواتساب مشاهدينا الكرام. أحد الأشخاص أرسل لنا صور لطفل، يقول طبعا هو بعيد عن الموضوع لكن هي رسالة يجب أن تقرأ. يقول الأخ المحترم عندي طفل مصاب بشلل ونزيف بالدماغ، ومجلس محافظة كربلاء يخلي لي مبلغ 50,000 دينار فقط من محافظ كربلاء، علما أن تكلفة العملية 10 ملايين دينار في مستشفى الكفيل. اسم الطفل لواء صادق هادي من كربلاء الهندية. يقول وطبعا أرفقها بصور للمبلغ الذي أعطي له من المحافظة، مبلغ 50,000 دينار عراقي وتكلفة العملية هي 10 ملايين دينار عراقي. يقول والمرجعية الدينية في كربلاء تساعدني ب10,000 دينار، 10,000 دينار علما عندي إخواني 2 شهداء وأكرم ب10,000 دينار عراقي فقط من المرجعية. هكذا يقول وأرفقها بكثير من الصور والمستمسكات حقيقة ليؤكد كلامه بخصوص التقرير الطبي وحالة ابنه المريض وكيف تتعامل المرجعية وكيف تتعامل الحكومة المحلية مع هذا الشخص صاحب الحاجة.
الذي لا يستطيع أن يعالج ابنه في مستشفى حكومي بسبب غياب الدواء وغياب الأجهزة، وفي المستشفى الخاص الأهلي بتكاليف عالية، ومستشفى الكفيل هو تابع للمرجعية. طيب معنا أم عبد الله. رحمة الله وبركاته. أم عبد الله تفضل، أهلا وسهلا. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة ولكل عراقي الشريف. أهلا وسهلا أم عبد الله. الشغلة في النازحين ترى هي شغلة مدبرة من زمان من قبل الاحتلال. نعم. كله في تصريح من أمريكا وإسرائيل وإيران. ليش؟ لأن إيران هي المنفذة في العراق وفي غطاء أمريكي. نعم. هو تصفيه النازحين كلهم، هسه كل النازحين ترى لا تتصورون نازح يرجع الى مكانه في ظل هاي الظروف الصعبه اللي احنا بنعيشها. نعم. بالاضافه الى هذا اريد اوجه كلمه للعراقيين. يا عراقي اقول لك، انت لا تقول انا سني ولا تقول انا شيعي، اذا انت ناوي انه تقوم بعمليه التغيير، هذا التغيير اللي انتم تتحزمون الى يوم 1/10. نعم. لا هي قصه عبد الوهاب الساعد ولا خالد العبيدي ولا شخصية من شخصيات العراق، ياما ضباط عراقيين ماتوا وقتلوهم هم هاي الحكومة العراقية. فأني أطلب من العراقيين إذا تريدون تقومون بعملية المظاهرة لازم تغيير شامل مثل ما حضرتك أنت تقول. إلا تغيير شامل للحكومة، هاي الحكومة لازم تطبق عن يعني كلهم سنتهم وشيعتهم اللي هم السبب في القضاء على السنة، وإلى الآن يقومون بعملية تصفية السنة. وبالإضافة لا. إلى هذا هو الدور عليكم أنتم، فعندما تطلعون مظاهرات أنه لا تقول أني سني ولا تقول أني شيعي، أني عراقي أريد تغيير، أريد تغيير. لا تنسون أخوانكم المعتقلين اللي هم بسببكم اعتقلوا لأكثر من سبب. وبالإضافة إلى هذا أنه لازم تخلي في نظرك انه التغيير يشمل لكل المواطنين بكل فئاته، من الشعب العراقي من شماله الى جنوبه. ام عبد الله انا اشكرك، الوقت انتهى، اعتذر منك. طبعا الرساله سريعه تقرا، يقول احد المشاركين: اخي جرح الوطن من ضمده غير اهله، ليش الطائفيه لا تزال قائمه؟ اي دين يحمل فكر اقصاء وقتل وتهجير المسلمين وسرقه ممتلكاتهم؟ في رساله اخرى ابو حاتم من الموصل يقول: السلام عليكم، تحية طيبة للقناة. الشعب العراقي مستهدف من قبل هذه العصابة في المنطقة الخضراء. طبعا يقول أنه حكومة قاسم سليماني في العراق تستخدم نفس أسلوب الصهاينة تجاه الفلسطينيين. والسيد مبروك من الإمارات أيضا في رسالة أخرى طويلة، أعتذر منه على عن قراءتها. بهذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.